حدث عظيم جدا يعني أن يجتمع كل هؤلاء ذكورا وإناثا وأطفالا وصغارا وكبارا ومن دول مختلفة ومتعددة في هذا المكان. يعني شيء رائع، شيء جميل، شيء يعني يبعث السرور بصراحة. من الجميل جدا أن نرى هذا الكم الهائل من البشر ممن يعني قدموا من أجل ربما الاطلاع أو شراء الكتب أو متابعة الجديد أو خوض هذه التجربة. هذه تجربة مميزة مختلفة يعني. كما قلت يعني سابقا، المميز والمختلف والجميل يعني الكم الهائل من الأطفال الذين رأيتهم. هناك الكثير من الأطفال. أنا أعتقد بأن العائلات تحاول قدر الإمكان أن تجذب الأطفال من منصات التواصل الاجتماعي ومن الأجهزة اللوحية وشاشات التلفاز والإلكترونيات بشكل عام إلى هذه الأماكن للحصول على الإلهام، للمس الكتب، لشراء الكتب، يعني محاولة اكتشاف هؤلاء الأطفال لذواتهم، لكل ما يتعلق ويرتبط بالقراءة والتعلم من خلال القراءة والحصول على الكتاب يعني بشكل عام. المميز أيضا كما نسمع الآن الموسيقى، أعتقد من قطر، ربما من الخليج، هناك حضور عربي. هذا شيء جميل جدا أن تكون يعني الناس من مختلف البلدان العربية موجودة في هذا المكان ومن مختلف الثقافات، ونستمع إلى أنواع مختلفة من الموسيقى ونرى أزياء مختلفة أيضا. هذا مميز. أريد أن أهنئ أيضا الشعب الجزائري بثورة الذكرى 70 لثورة التحرير، نعم، الأول من نوفمبر. بإذن الله يعم الأمن والسلام والاستقرار دائما في الجزائر وفي أصقاع الأرض بإذن الله تعالى. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.